تواصل وزارة التربية والتعليم تصوير الحصص المتلفزة بالاستديو الذي أنشأته بمدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين، وذلك لبثها عبر قناة البحرين الفضائية وقنوات اليوتيوب مع انطلاقة العام الدراسي الجديد. قالت الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر إن الوزارة بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام قد نجحت لغاية اليوم في التصوير المرئي لعدد 500 وحصة واحدة من الحصص المتلفزة للمواد في جميع المراحل الدراسية، مشيرة إلى أن أطفال الحلقة الأولى نالوا الأولوية في توفير خدمة شرح دروس المتلفزة لهم في بيئة صافية تحاكي الواقع وتوظيف استراتيجيات تعليم وتعلم تجذب الطفل وتثير لديه دافعية للتعلم.